المستمعين أشرف يقول في رسالته، يقول بأنه شاب في 15 من العمر مقيم للصلاة بفروضها، ولكن يقول يقابلني مشكلة وهي وسواس النفس، فوسواسي على الخالق مع أنني مؤمن ومتحمس شديد الإيمان، فهذه تضايقني كثيرا، فكيف أتخلص منها أفادكم الله؟ هذه الوساوس التي تأثر الإنسان المؤمن ليست بغريبة وليست بدعا من الأمر، بل هي قديمة، شكى منها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما دخل الإيمان في القلب واستقر فيه حدثت مثل هذه الوساوس، لأن الشيطان يريد أن يفسد على المرء إيمانه فيدخل عليه هذه الوساوس، لكن المؤمن لا يركن إليها حتى وإن وردت على قلبه، فإنه يرفضها ولا يقبلها. ولهذا لو سئل مصارحة هل تعتقد في الله عز وجل ما كنت توسوس به الآن لقال لا قطعا، وهذا يدل على أن قلبه قد رفض هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان، لكن الشيطان يجعل هذه الوساوس ظلا على القلب ويحاول أن يقذفها فيه بقدر ما يستطيع، ولكن المؤمن يرفضها رفضا باتا. ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عنها وتعرض إعراضا كليا، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم